نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر الكاتب الصحفي الكبير محمد عبد الجواد منصور شيخ الصحفيين المصريين والعرب الذي وافته المنية عن عمر ناهز 100 عام إثر أزمة صحية مفاجئة. وتقدم المجلس بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد والأسرة الصحفية، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.